أكيد قامة أخرى من قامات الإعلام المسموع، لا يمكن لأي عيد أو أي مناسبة أنها تمر علينا بدون ما نسمع صوته، وتابعنا جزء أكيد من صوته في التقرير السابق. يشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ القدير الإعلامي أحمد المجيني. يا مرحبا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومساكم ومساء الإمارات، أختي عبير أخوي ياسين، يا مرحبا بك وضيوفكم الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أنا المتشرف نورتنا بهذا اللقاء في مساء الإمارات، وإحنا لنا شرف بعد أكيد. يعني أستاذ، اليوم قاعدين نتحدث عن الإذاعة، وأمس كان يصادف يوم الإذاعة العالمي. الإعلام المسموع، الإعلام المسموع غير المرئي، شو أهميته ووظيفته واختلافه عن التلفزيون؟ في صدر يمكن تقريركم قبل شوي ذكرت زايد والإعلام، واللي هو افتتح الإذاعة وعادنا للذكرى، يعني ذلك النطق السامي اللي تشرفت الإذاعة وتشرف الإعلام بانطلاقه عبر إذاعة أبوظبي. الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه هو مؤسس الإعلام في الإمارات. ما كان أيامها يعني في ذاك الوقت صحف ومجلات ووسائل وغيرها وغيرها، ولكن الشيخ زايد رحمة الله عليه أدرك بفطرته، بمسؤوليته، بوطنيته، بحبه لهذا الوطن، بحبه لناسه أيضا، أدرك أهمية هذه الوسيلة. كان يولي أجهزة الإعلام اللي كانت تسعى إلى لقاء وإجراء مقابلات صحفية وإذاعية وتلفزيونية أهمية خاصة منذ أن تولى الحكم في إمارة أبوظبي في عام 1966 حتى الإعلان عن تأسيس هذا الصرح الكبير. اليوم وأنتم تتناولون يعني اليوم العالمي للإذاعة، تخصيص جانب من وقت برنامج مساء الإمارات من قناتنا الوطنية قناة الظفرة للاحتفاء بأدوار الإذاعة الواضحة في خدمة قضايا مجتمعنا، احتفاء بقدرة الإذاعة على تجسيد تعزيز التنوع بجميع أشكاله. احتفالكم اليوم هو احتفاء بالتزام هذه الوسيلة الإعلامية الإذاعية الصوتية بمساهماتها في التقريب بين الناس من خلال تفاعلها مع الجمهور، بث المحتوى الإعلامي الإذاعي الإماراتي الرسمي. راح تظل الإذاعة هي صوت الناس مثل ما قلتوا في كل مكان، ستظل هذه الوسيلة الإعلامية الملهمة تمثل نبض الحياة اليومية للناس، تغوص في تفاصيل حياتهم، تشارك المستمعين لحظاتهم السعيدة الفرحة حتى المؤلمة، وتروح عنهم عبر البرامج الموجهة، تتفاعل معهم بكل فئاتها سواء كانت برامج وطنية، ثقافية، اجتماعية، برامج دينية. تظل وسائل الإعلام المسموعة أكيد مصدر يعني مهم من مصادر التوجيه والتثقيف والمساهمة بالإثراء المعرفي في أي مجتمع. إذن أهميتها تأتي من تأثيرها الكبير في جماهير المتلقين المختلفين، حتى المتباينين في اهتماماتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم، كانت فكرية أكاديمية اجتماعية، وهذا ما يكسبها أهميتها في عملية بناء المجتمع. هذا دور الإذاعة، ولا زالت تقوم بهذا الدور خصوصا معنا في شبكة أبوظبي الإذاعية. نعم فعلا أستاذ أحمد، يعني تعقيبا على كلامك على حرص الشيخ زايد طيب الله ثراه، يعني وكان يحرص دائما على تواجد الكاميرا في كل جولة أو كل زيارة يقوم فيها، يعني ونتابع مثلا جولات الشيخ زايد جولات عديدة، وكل مكان كان يروح له يحرص على تواجد كاميرا عنده، وأكيد جولات الشيخ زايد اللي تعرض عندنا على قناة الظفر. أكيد زايد ما يعني زايد رسم خارطة الطريق يسير عليها ويلتزم بها كل العاملين في مجال الإعلام، ليس في إذاعة أبوظبي فقط. صحيح. شكلت يمكن كلماته واهتمامه منهاج للإعلام الصحيح الملتزم اللي يجب أن يعمل يعني وفق ما ينتمي إليه هذا الإعلام الإماراتي. نعم. قبل قيام الاتحاد. نعم. صحيح. نعم. أستاذ أحمد، لو نتكلم عن وظيفة الإعلام المسموع في الإمارات وأهميته في أن يكون صلة الوصل بين المواطن والمسؤول. وظيفة الإعلام إن كان مسموع ولا مرئي ولا مقروء،
وانتم خصصتوا يمكن اليوم عن الاذاعه، وظيفه الاعلام المسموع في 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 الامارات، الاعلام امانه، الاعلام مسؤوليه، الاعلام نهج اخلاقي. المؤسسه الاعلاميه كالمؤسسه التربويه، مثل المدرسه، مثل الجامعه، من حيث اثرها في تشكيل بنيه المجتمعات، رسم ملامح هذا المجتمع. قد يتفوق اثر يمكن المؤسسه الاعلاميه الاذاعيه اذا كنا يعني بنخصص حتى على التربويه، نتيجه عوامل مختلفه، مثل على سبيل المثال طبيعه الماده اللي تقدمها الاذاعه المسموعه، مدى مناسباتها للمستهدفات المجتمعيه الوطنيه، ثم ايضا يعني تحقيق رغبات وامال المتلقين. اهميه الاذاعه تتحدد بالاثر اللي تستطيع ان تحدث في اي مجتمع، في اي فرد، في اي بيئه مجتمعيه. ضابط صحيح. اهميه اي وسيله، الضابط في الاهميه هو انسجامها مع متطلبات الهويه الوطنيه الاماراتيه والمجتمعيه في كل ما تقدم اعلاميا عبر قنواتها المختلفه، منصاتها، من حيث طبيعه الماده المقدمه البرامجيه، ما ترسخه من قيم فكريه ثقافيه اجتماعيه. أهمية هذه الوسيلة تنبع من أثرها الإيجابي. أي وسيلة إعلامية ما يكون لها دور مؤثر يعني فليسمح لي المشاهد، هذه الوسيلة إذا ما كانت يعني لها دور إيجابي تعتبر وسيلة للتوصيل فقط، لأنها تعمل بدون أسس ولا أهداف واضحة، دون معرفة حقيقية. شو اللي يجب أن يقدم أيضا؟ هذا يجب أن يعرف العاملون في هذه الوسيلة الإعلامية شو هي الأولويات، شو هي المرتكزات، شو هي المستهدفات الإعلامية الوطنية. إذا عملت هذه الإذاعة بهذه المستهدفات بهذا النهج راح يكون لها أثر تستطيع أن تحدث في الفرد والمجتمع، وتستطيع أن تغير إلى 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 الأفضل والأحسن والأجمل. فعلا كلام جميل وكلام صحيح يعني أستاذ أحمد، كل كلمة قلتها كلمة صحيحة، وفعلا الإعلام له دور هام في إرسال رسالة، وله دور هام في الصلة بين المواطن والمسؤول. أكيد أرجو أنك تبقى ويانا الأستاذ أحمد، راجعين لك. ولو نتحدث عن نشأة الإذاعة في العالم، يرجع نشأة الإذاعة في العالم إلى استخدام الموجة القصيرة لقدرتها على الوصول لمسافات بعيدة، واللي تعد ثورة علمية كبيرة في مجال الاتصالات. ويرجع أيضا اكتشاف الموجة القصيرة إلى عدد من العلماء منهم ماكسويل اللي أثبت وجود الكهرومغناطيسية أو موجات الراديو عام 1867، وهنري جاكسون والإيطالي جاليليو ماركوني وتوماس أديسون اللي كان لهم الفضل على إنتاج أطول الموجات اللازمة للإرسال من خلال الموجة القصيرة. نعم ياسين، وهناك شبه إجماع بين مع المذيعين والإعلاميين اللي عملوا في الراديو على عشقهم للمايكروفون اللي يقودهم إلى التواصل مع الناس وإدخال الفرح والبهجة لأوقاتهم. في هذا التقرير راح نسلط الضوء على أحد إعلامي الإمارات واللي له باع طويل في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية الإعلامي حارب السويدي في هذا التقرير. هذا المذيع نصف وزنه خبرة ونصفه الآخر موهبة. بدايته الفعلية مع الإذاعة عام 1994 في إمارات FM، قدم فيها الكثير من البرامج الرياضية والثقافية والتراثية، إضافة إلى برامج تلفزيونية على قنوات أبوظبي وأبوظبي الرياضية وقناة الظفرة. الإعلامي حارب السويدي. الله يسلمك، هذا سؤال وايد صعب. إذا جاوبت بدون اختيارات لك جايزتين. حارب السويدي قدم إعلاماً هادفاً مهنياً، ووضع بصمة في الإعلام المسموع، نقل المعلومة والفائدة والترفيه إلى جمهوره بكل محبة، فاستحق التقدير والعرفان. شو البرنيوش يا فاطمة؟ سمك؟ لا بعيد. عيش شو فيه؟ ملح ولا شكر؟ ملح. شو تعني كلمة حفيز؟ أجين ما أسمع. شو أجين؟ قبل قلنا أجين. إحنا برنامج تراثي تقولنا أجين. لا لا شو؟ أجين أول أجين. الشيء في الغبة شو؟ ما بخر بخر دودو. دودي عندهم.
وأكيد يسعدنا أن ينضم لنا عبر تطبيق زوم الأستاذ الإعلامي حارب السويدي. مساك الله بالخير ويا مرحب الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم أخواني، حياكم الله ويا مرحبا بكم. مرحبا في قناة الظفرة، حيا الله عبير. حيا مرحبا بكم جميعا، الله يطول أعماركم. يا مرحبا، أتشرف أن أكون متواجد وياكم من ضمن هذه الخطة المسائية، مساء الإمارات. الله يعطيكم الصحة والعافية اللي دائما ما شاء الله تقدمون لنا كل شيء جديد فيها، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، نورت. وأكيد يعني إحنا أيضا لنا الشرف بأنك نورتنا ويانا اليوم في مساء الإمارات. ولن نتحدث في البداية، شو أهمية الإعلام المسموع سابقا وحاليا؟ أول شيء أنا أتشرف أن أكون وياكم، وهذا نوركم، الله يطول أعماركم، نور قناة الظفرة، نور ريحة من روائح دولة الإمارات العربية المتحدة. الظفرة اسم كبير يا جماعة الخير، والواحد يشعر بالفخر أن يكون متواجد من ضمن هذه القناة. لو تكلمنا، الله يسلمكم، لو تكلمنا عن الإعلام المسموع، كان دوره سباق من البداية، لأن الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه كان دائما يحب الإذاعة تكون متواجدة في كل مكان كان يتواجد فيه. أي كلمة كان يتواجد فيها الشيخ زايد كان ميكروفون الإذاعة موجود معاه داخل الدولة ولا خارجها، الله يغفر له ويرحمه. يعتبر هو المؤسس الحقيقي للإذاعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا شاهد على هذا الشيء من خلال وجودي هذاك الوقت. دائما كنا نشوف الشيخ زايد يحب يتكلم في الإذاعة ويوصل رسالة للجمهور من خلال هذه الإذاعة. دور الإذاعة أكبر عن أي دور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا من خلال الوسائل المسموعة، عفواً مسائل المشاهدة والمقروءة. ليش؟ لأن الإذاعة توصل للناس بكل سهولة في أي مكان أنت تكون متواجد فيه، يمكن الإذاعة توصل، سواء كنت في السيارة، سواء كنت في العزبة، سواء كنت في البحر، سواء كنت في الجو، حتى الإذاعة تنسمع وياك، وهي وسيلة سهلة علشان يتلقاها الشخص وين ما كان. الإذاعة كانت في البداية شيء وحاليا أصبحت شيء، تطورت كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل المنصات التلفزيونية والرقمية. الإذاعة كانت موجودة في هذه المنصة ولها منصة موجودة من خلال الناس شو تحب تتابع، الناس شو تحب تسمع، الناس شو الهدف من خلال استماعها للإذاعة. فإذا أنت ما طورت نفسك كإذاعة، القطار بيفوتك والناس بتتابع حد غيرك. نعم أكيد. نعم أستاذ حارب، نحن مستمرين وياك وننتقل للإعلامي القدير الأستاذ أحمد المجيني. الأستاذ أحمد ويانا؟ معاكم أنا متشرف أيضا بلقاء هذه القامة، أخوي وزميلي ونظيري أخوي حارب السويدي أبو خليفة. مساء الخير. حياك الله أخوي أحمد، يا مرحبا بك وأسعد الله مساك. الله يمسيك بالخير والرضا والعافية. معاكم طبعا. العين ما تعلى على الحاجب يا أحمد، العين ما تعلى على الحاجب، أنت صوت الوطن ما شاء الله عليك. نحن نتشرف أنكم متواجدين وياك من خلال قناة الظفرة اللي جمعتنا اليوم في هذه المناسبة الطيبة العزيزة والغالية. الله يحفظك ويرعاك، ما عليك. نورين الله يحفظك. نورين. أستاذ أحمد، تماهي الإعلام الإماراتي مع سياسة الدولة اللي يقوم على التسامح والبعد من هذه الأجندات؟ قبل ما نتكلم عن 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 تماهي الإعلام مع سياسة الدولة ونهجها في التسامح، التسامح في الإمارات أسلوب حياة. نعم. التسامح إرث، التسامح في الإمارات تاريخ، والتسامح أيضا سلوك يومي في عند المواطن الإماراتي. أقصد الإمارات، المواطن الإماراتي أقصد فيها المواطن الإماراتي اللي يحمل جنسية وأيضا المقيم هو مواطن إماراتي. نهج قيادتنا الرشيدة، من هذا النهج أيضا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والله يحفظه ويرعاه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الله يحفظهم وأخوانهم. هذا النهج الإمارات عززت موقعها بهذا النهج التسامحي. وطننا الحبيب عزز موقعه الريادي، مش محليا، عالميا، لان تبنت منظومه قيم من خلال نشاه الدوله. تبنت هذه القيم، قامت على الانفتاح، التسامح، الامارات تحفظ الحقوق، الامارات ترسخ دوله العداله، حفظ الكرامه البشريه،
الإمارات تحترم الثقافات، الإمارات ترسخ الأخوة الإنسانية، الإمارات أيضا يحترم الهويات الوطنية للناس. أنا أكلمك عن شبكة أبوظبي الإذاعية، تفضل. بما أني أنا يعني متشرف وعضو فيها، شبكة أبوظبي الإذاعية تسير على هذا النهج، نهج القيادة في جعل التسامح محور أساسي لبرامجها المتنوعة. عمدت الإذاعة على إعداد تجهيز العديد من البرامج في كل دوراتها اللي تكرس هذا المفهوم، مفهوم التسامح، تعمل على نشره بين أفراد المجتمع، تعمق مفهومه بين مختلف فئات المجتمع، باقة متنوعة من المواضيع اللي تحمل في مضامينها كل هذه القيم اللي تكلمت عنها اللي اكتسبناها من أرث الأب المؤسس المغفور للشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، ويسير عليها أيضا تسير عليها قيادتنا. في بوظبي للإعلام عندنا لجنة للتسامح لتعميق قيم التسامح، الانفتاح على الثقافات، على ثقافات الشعوب، على المجتمع في المجال الإعلامي. نعزز دور الإعلام في ترسيخ مكانة بلادنا لكي تكون وهي كائنة والحمد لله رب العالمين عاصمة للتسامح من خلال مجموعة من البرامج الإذاعية في شبكة أبوظبي الإذاعية، أو من خلال يعني المنظور الأعم والأشمل أبوظبي للإعلام، توجيه رسائل إعلامية نحو أفراد المجتمع. نهدف من هذا الشيء تعزيز قيم التسامح الثقافي الديني الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التأصيل الإعلامي لخطاب التسامح، تقبل الآخر عبر منصات أبوظبي للإعلام أو كل منصاتنا في منصاتنا الإعلامية في كل يعني إعلامنا الإماراتي الوطني الرصيف، ومن ضمنها هذه القناة الوطنية الرائدة قناة الظفر اليوم اللي متشرفين باللقاء من خلالها. حياكم الله، نورتونا. أكيد مثل ما ذكرت صفة من صفات دولة الإمارات العربية المتحدة هي التسامح. يا ريت تبقى ويانا أستاذ أحمد، وروح لك أستاذ حارب. في الآونة الأخيرة إقبال كبير شفناه على برامج البث المباشر. من هني ينطرح سؤال، هل الإذاعة أقوى في إيصال صوت الناس والربط بينهم وبين المسؤول؟ أستاذ حارب. أستاذ حارب. بالنسبة الله يطول أعماركم لهذا السؤال، يمكن أحمد المجيني يجاوب أحسن عني لأنه هو يقدم برامج البث المباشر. بنرجع بس بنسمع نظري رأيك فعلا. إيه، من وجهة نظري إن الله يطول لي أعماركم، فعلا المذيع المتمكن يقدر يخلق علاقة قوية مع المستمع من خلال البرامج اللي يقدمها. مو بأي مذيع ومو بأي معد، خاصة على مستوى الإذاعة. أنت قاعد تجذب ناس من خلال أدائك أنت، ومن خلال تواصلك، من خلال البرامج اللي أنت تقدمها. نحن نشوف ما شاء الله عندنا في إذاعات الدولة مثلا أحمد المجيني مع سالم الكعبي يقدمون استديو واحد، البرنامج له وقت معين ينحط في إذاعة أبوظبي، كذلك عندنا إذاعات الدولة كل واحد له وقت معين. ولاحظوا قاموا بعض البرامج يحطون نفس البرنامج في الإذاعة ونفس البرنامج في التلفزيون علشان الشريحة تكون أكبر. أكبر. الحين الإذاعة لها وجود في منصة من منصات التواصل الاجتماعي. الحين الإذاعة لها وجود في بعض التلفزيونات. ليش؟ نفس البرنامج اللي نوجد في الإذاعة يكون صوت وصورة. هذا دليل على أن البرامج الإذاعية نجحت والمذيع حقق نجاح. علشان كذي تحسون أن في بعض البرامج الإذاعية لها جمهور، وجمهور يفوق الجمهور اللي تابع التلفزيون. فعلاً. وبعض هذه وجهة نظري. أكيد. وبعض الأحيان ينشهر البرنامج باسم المذيع الخاص فيه، مش باسم صحيح. البرنامج. في الأخير هم اثنين يشلون بعض. صحيح. فعلاً. أستاذ أحمد، ننتقل لك بما أن الأستاذ حارب وجه السؤال لك، هل تشوف أن الإذاعة أقوى في إيصال صوت الناس والربط بينهم وبين المسؤول؟ أنا أعتقد مش أقوى، أنا أعتقد أقدر. نعم. على 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 إيصال صوت أفراد المجتمع كلهم بأطروحاتهم بمواضيعهم، لأنها أقرب، أنا أعتقد أنها أقرب للناس تهتم فيهم، وبالتالي هي جسر واصل بين المؤسسات الخدمية اللي أيضا يعني تقوم بدورها في مجتمعنا،
وتقوم على استراتيجيات. وأيضا هذا الجسر ممتد والحمد لله رب العالمين. ولهذا هذا الجسر نحن في الإذاعة ما مخلي له عقبات، ما مخلي له نقاط تفتيش، ما مخلي له يعني مطبات أبدا. الجسر هذا واصل للجميع والحمد لله رب العالمين. هذا الفرق بين الإذاعة ويمكن بقية الوسائل الإعلامية. مدام المادة رصينة يراد منها خلق وعي مجتمعي، إيصال مطالبات الناس، ملاحظاتهم، أنا أعتقد أن هذا الجسر بيمتد. هذا وبالتالي الإذاعة يمكن أو برامج البث المباشر أقدر على إيصال صوت الناس. وبالتالي أيضا هناك مؤسسات نحن نشكرها، أيضا نشكرها بما تقدمها، بما تتجاوب مع ملاحظات المستمعين وتحل مواضيعهم وتواصل معهم تواصل. خلقنا نوع من العلاقة، كانت العلاقة بين المستمع والإذاعة سرعة الاستجابة. مدينا الجسور، أيوة مدينا الجسور وحطينا له فروع، وبالتالي أيضا خلقنا علاقة وطيدة بين المسؤول والمجتمع. وبالتالي أيضا أصبحت برامج البث المباشر هذه مقياس أداء هذه المؤسسات. كثير من 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 المؤسسات تأخذ بمؤشرات أداء. اليوم إذا مثلا طرحنا موضوع، طرحنا فكرة، طرحنا يعني اقتراح معين وبالتالي أخذت به هذه المؤسسة، فأنا أعتقد أن يعني كثير من الهدايا قدمت عبر برامج البث المباشر استفادت من هذه المؤسسات عبر يعني هذا الجسر الواصل بين الجهات الخدمية وبين البرامج البث المباشر. أكيد صحيح. أستاذ حارب نروح لك بسؤال، ابقى معنا أكيد أستاذ أحمد. يعني لو نتحدث عن التراث وصون التراث وحفظ التراث، دولة الإمارات دائما تحرص على حفظ وصون التراث، وأكيد اعتمدت على عدة ركائز للحفاظ عليه، والإذاعة هي من الركائز الأساسية لهذا الشيء. شو أهمية الإذاعة في صون التراث والتعريف فيه؟ البرامج التراثية ما شاء الله موجودة في كل مكان حاليا. بالنسبة للإذاعة، الشخص اللي يقدم هذه البرامج، أنا بتكلم عن نفسي أنا والعياذ بالله من كلمة، أنا لي أسلوبي الخاص في تقديم هذه البرامج من خلال الإذاعة، ومن خلال حتى إذا حصلت فرصة في التلفزيون قدمت سابقا مع قناة الضفرة بعض البرامج التراثية، وشوفوا إقبال الناس. دائما أسلوب المذيع لتحبيب الناس وجذبهم من خلال البرامج اللي يقدمها يلعب دور كبير. كيف تتعامل مع هذه الناس؟ هذه بعد سر مهنة، مو بأي حد يفقهها، هاي خلطة سرية انت تقدمها للناس من خلال البرامج اللي انت تقدمها. كل مذيع له أسلوبه في التعامل مع المستمعين، كل مذيع له أسلوبه في التعامل مع الناس اللي يتابعون هذه البرامج. لابد انك انت تخلق جو مرح إيجابي فيه السعادة وفيه السرور علشان الناس يحسون بالسهل الممتنع وهم يتواصلون وياك من ضمن هذه البرامج. نطاق الإذاعة أكبر وأقوى من خلال البرامج هذه. ليش؟ لأن الناس تحرص على متابعتها بكل سهولة ويسر. ممكن أنت في طريقك من مكان إلى مكان تنشغل بمتابعة هذا البرنامج، علاوة على التلفزيون اللي لابد أنك أنت تكون موجود في مكان معين. حتى لو سرت في السيارة ما تقدر تتابع التلفزيون مثل الإذاعة، لابد أنك أنت تكون مركز على المشاهدة في التلفزيون مش مثل الإذاعة. الإذاعة وانت طالع من العين جدة أبوظبي، انت طالع من الضفرة جدة أبوظبي، وقت تقضي وممكن تتصل فيهم، ممكن تطرش لهم عن طريق الرسائل النصية، ممكن أنت تتفاعل وياهم. فدور الإذاعة يا في البرامج التراثية هذه أكثر، لأن شريحة كبيرة من الناس تتابع هذه البرامج على مستوى الإذاعة. أما بالنسبة للتلفزيون ما قلل من قيمته، لا، لكن لابد أن يكون الناس متواجدة في مكان معين حتى متابعة هذه البرامج. فكل واحد منهم له نصيب، لكن الجمهور وين يكونوا متواجدين هذه عادة الجمهور يردون عليكم فيها. نعم الإعلامي حارب، نحن مستمرين وياك، وننتقل للإعلامي القدير الأستاذ أحمد المجيني. الأستاذ أحمد، التشابه الإيجابي بين وسائل الإعلام الوطنية ودور المجلس الوطني في توحيد الرؤى، لو نتكلم عن هذا التشابه الإيجابي. قصدك مكتب تنظيم الإعلام اليوم كان يعني
اليوم مكتب تنظيم الإعلام يتولى عدد من الاختصاصات والمهام اللي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقا، الآن دمج في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وبالتالي أصبح مكتب تنظيم الإعلام. اليوم تفعيل الشراكات أو التشابه الإيجابي بين وسائل الإعلام ودور المجلس أو دور مكتب تنظيم الإعلام في توحيد الرؤى، تفعيل الشراكات المؤسسية لا أكثر ولا أقل بين مكتب تنظيم الإعلام التابع مثل ما ذكرت لوزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع في الإعلام الوطني ككل الأشمل، دعم قدراته في تحقيق أهدافه، ترسيخ وإيصال رسالته الوطنية، انطلاق من استراتيجية واضحة المعالم للإعلام الإماراتي، محتوى إعلامي رزين رصين يليق بما يتوافق في هذا الوطن الغالي من تطور وبنية تحتية إعلامية تنافسية وإبراز منجزاتنا الحضارية اليوم اللي نباهي ونفاخر ونماري بها اللي حققتها دولتنا هذه الإنجازات. إذن توحيد الخطاب الإعلامي، مناقشة مختلف القضايا اللي تعزز جهود التنمية المستدامة في هذا الوطن. ليش؟ لأن تأثير الإعلام ودوره الكبير والمباشر في تعزيز الهوية الوطنية والدفاع عن مكتسباتنا الوطنية، الحفاظ على تراثنا وهويتنا، حماية المجتمع أيضا، هذا دور أيضا يجب أن يشترك الجميع، إن كان مكتب تنظيم الإعلام، إن كان المهتمين بالإعلام، إن كان وسائل الإعلام المحلية الوطنية، تشترك جميعها ضمن إطار منهجي ورؤية يعني بعيدة وطنية لحماية المجتمع، هذا مهم جدا، لحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة اللي باتت تهدد الأمن العالمي والاستقرار، وبالتالي تنشر هذه القيم الرصينة الإماراتية. فالتشابه يعني شيء ظاهرة صحية والحمد لله رب العالمين بين دور وسائلنا الإعلام الوطنية ودور مكتب تنظيم الإعلام الحكومي في دولة الإمارات. أكيد. أستاذ أحمد، لو نتحدث عن مذيع الراديو، هل تشوف أن مذيع الراديو مظلوم على حساب التلفزيون؟ لا، مش مظلوم، أنا أقول أن مذيع التلفزيون هو المظلوم. ليش؟ لأن مذيع التلفزيون شوف يستخدم كم حاسة، والمذيع الإذاعي يستخدم حاسة واحدة وهي صوته فقط لا أكثر ولا أقل، فهو يكيف هذا الصوت زين حتى يصل. هناك من المذيعين ما زالوا في الذاكرة والحمد لله رب العالمين من خلال برامجهم، من خلال هذا الوعي، من خلال الوعي المعرفي، من خلال يعني ما يستطيعون أن يوصلوا إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المجتمع والمجتمع. ما بشرط أن يكون يعني، يمكن الآن يقولوا لك والله لا، مذيع التلفزيون قاعد يشوفه وقاعد كذا وهو مشهور أكثر. لا بالعكس، حتى يعني الدور اللي يقوم فيه المذيع الإذاعي دور أهم وأكبر. ليش؟ لأنه قائم على صوته، وبالتالي هذا الصوت مثل ما قال أخوي أبو خليفة، الإذاعة اليوم أنت ما تكلفك وايد، أيضا المذيع الإذاعي ما يكلفك إلا بس حاسة واحدة، المذيع التلفزيوني يكلفك كم حاسة؟ حاسة السمع، حاسة النظر، ولازم تجلس بجلسة معينة، ولازم يكون فيه هدوء، لازم يكون صح ولا لا، ولازم تكون في مكان معين. مثل ما قال حارب، أنت الحين الإذاعة تسمعها في أي مكان، في الراديو، في العمل، في البيت، في طالع البر، طالع يعني كشف البحر، طالع أي مكان تسمع الإذاعة، فيصلك هذا الصوت الجميل، صوت المذيع اللي ينقل أحاسيسك. وبالتالي مذيع الإذاعة أنا أعتقد أقدر، وإن مع احترامي وتقديري للقامات الإعلامية التلفزيونية، ولكن يعني يزيد شوي حبتين مذيع الإذاعة عن 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 مذيع التلفزيون. نعم. زين أستاذ أحمد، وردني سؤال حاليا، سؤال واحتاج منك لجواب على الهواء مباشرة، هل ممكن أن يكون في تعاون بين قناة الظفرة والإمارات FM في نقل برنامج صباحي، وبخصوصا بعد يوم من يوم الإذاعة العالمي؟ ممكن، أكيد ممكن،
هذا يعني سؤال وصلني الحين ونبى نعرف ردك. نشوف التعاون ترى قائم ولا زال، يعني هم القنوات التلفزيونية والإذاعية في الإمارات يعني جسور التواصل هذه موجودة والحمد لله رب العالمين. نحن نستفيد من التلفزيون وبرامجه، والتلفزيون يستفيد من برامجنا، فجميل جدا أن يكون هناك تعاون مثمر بناء يخدم إعلامنا الإماراتي. هذا التعاون راح يكون له أثر، صح ولا لا؟ أكيد، بيكون في تبادل خبرات أستاذ. أيوة، أنت جيت للخبرات الآن وعملية. يعني شوف، الإذاعة معهد لتكوين الإعلامي فعلا. يعني مذيع التلفزيون إذا أراد أن ينجح، وأنا أقولها هذه وأنا مسؤول عنها، مذيع التلفزيون إذا أراد أن ينجح صحيح. نجاح باهر يجب أن يكون في الإذاعة قبل، خصوصا مع صوتك المميز أستاذ أحمد. الله خير. لا عفوا، الله يحفظك، ولكن هناك خامات أكثر مني علما ومعرفة فعلا. ولكن هي الأمانة بس لا أكثر ولا أكيد. وجميل جدا أن يكون هذا التعاون مشروع وطني أيضا بإذن الله، نأمل ذلك. وأنا سمعت مقولة من قبل، سمعت هالمقولة من كذا مذيع في الإذاعة، يقولون اللي مذيع الإذاعة ممكن إنه يطلع في التلفزيون، بس مذيع التلفزيون صعب إنه يطلع في الإذاعة. هل أنت ما أنظر؟ صعب، ما صعب، ولكن مذيع الإذاعة لأن تمكن من أدواته فعلا. إن كانت المعرفية، اللغوية، الصوتية، فهو جاهز مباشرة. فهناك تجارب يعني كانت معنا في الإذاعة انتقلت للعمل كزملاء ونظراء في التلفزيون. الحمد لله رب العالمين قطعوا شوط وما أرادوا يعني ذلك الجهد للتمكن من عملية الوصول إلى المشاهد. وصلوا بسرعة لأنهم تكونت أدواتهم المعرفية زين الإعلامية في الإذاعة، وبالتالي أيضا يمكن طبقوا هذا الشيء اللي كان في الإذاعة ووصلوا وصول سريع مباشرة إلى وأقنعوا الناس. نعم أكيد. أستاذ أحمد، نحن مستمرين وياك وننتقل للإعلامي حارب، الأستاذ حارب ويانا. حياك الله أختي عبير، وحياك الله أخو ياسين. الله يحييك أستاذ حارب. هل تشوف أنه من حق المذيع الراديو أنه يفكر بالشهرة حال مذيع التلفزيون، أم أن وظيفته تفرض عليه اتجاه آخر بعيد عن مجال الشهرة؟ لا، هو مشهور أصلا ما يحتاج، الله يسلمك، من خلال البرامج اللي قدمها. نعم. مذيع الإذاعة متى ما أصبح عنده برنامج معروف من خلاله شهرته تكون أقرب وأوسع عن مذيع التلفزيون. يا ما في مذيعين في التلفزيون ما حد يعرفهم، لكن تعالي مذيع الإذاعة في أي مكان يتواجد فيه سمعه وصوته خلاص الناس حفظت صوته، قاعدة تركز على هذا الصوت. في ناس عندهم صوت، الله أعطاهم موهبة صوت، سبحان الله في أي مكان يتواجد فيه الناس كلها تلتفت له. صحيح. هذا الشيء يميز مذيع الإذاعة. وبعدين مذيع الإذاعة دائما الناس ترسم له صورة غير معروفة، كل شخص يرسم لمذيع الإذاعة صورة، في حين أنك أنت يوم تشوف مذيع في التلفزيون تقول يا ريتني ما شفته في التلفزيون، أنا حاب أحفظ صوته. لكن أحيانا في التلفزيون سبحان الله تلقى جمهورك يعني يبتعد عنك. ليش؟ بعد كل واحد له وجهة نظر، كل واحد له رسمة معينة حق مذيع. لا، مذيع الإذاعة يبقى مشهور أكثر عن مذيع التلفزيون من خلال البرامج اللي قدمها. نعم. أكيد فعلا. إنزين، إذا المذيع له محتوى متنوع والإعلامي وظيفته أنه يتحدث ويأثر في كل موضوع، هل تشوف أن تسارع الأحداث اليوم فرضت نوع مختلف من الإعلام أنه يحتاج إلى تخصص أكثر؟ فعلا في أنا ضد هذه الكلمة ومع هذه الكلمة في نفس الوقت. يعني مثلا عندنا مذيعين عندهم الجانب الإخباري مهم جدا، تحسين أن هذا المذيع صوته بس يناسب قراءة نشرة الأخبار السياسية، الأخبار الاقتصادية، شو قاعد يحصل في البلد. أنت ركزتي على هذا الصوت المحبوب عند الناس كلها. لكن يومي يقدم برامج مسابقات ولا يقدم برامج منوعات ولا برامج عادية، تحسين أن هذا المذيع هذا الصوت مش مكانه الأساسي في هذه الجانب. لا، لازم يكون مذيع معين حق البرامج مثل ما قلت قبل، الإخبارية أو السياسية أو الاقتصادية أو البرامج الثقافية اللي أنت قاعد تقدمها. يعني هذا ينطبق على بعض المدرسين، مدرس الرياضيات لا يمكن أنه يمكن في يوم من الأيام يقدم برامج رياضية، لا خلاص خذ الكاريزما الخاصة فيه أن هذا مدرس رياضيات، له شخصيته وله هيبته
والاحترامه. نحن نعرف أكثر شيء مدرس الرياضيات هو الوحيد اللي الناس أكثر شيء تخاف منه. ليش؟ لأنه له شخصية قوية وجامدة. فيمكن بعض الناس يأخذون بعض الجانب في البرامج المنوعة، البرامج الرياضية، البرامج التراثية، لا، هذه كلها متداخلة مع بعضها البعض. فعلا. انت اذا سمعت ان تفضل اخوي ياسين تفضل. كمل استاذ، كمل استاذ حارب. انت اذا سمعت برنامج سياسي وبرنامج اخباري في نفس المذيع هذا يقدم برامج مسابقات، يمكن تقول يا ربي هذا الثوب مو بثوبه، خلوه في الجانب الاخباري، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي افضل عن الجوانب الثانيه. قاعد يحرق نفسه في اكثر عن برنامج، لا، كل واحد له ستايل خاص. فعلا. أستاذ حارب، أنا دائما أقول أن مثلا المذيع علشان يكتشف نفسه لازم أنه يجرب، مثلا يكون مذيع رياضي، مذيع أخباري، مذيع برامج متنوعة، وبعدين ممكن أنه يحدد شخصيته ويشوفه ويشوف وين الناس حبته بالضبط، ومن هني ينطلق نحو خطة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت كالإعلامي حارب السويدي قدمت العديد من البرامج المنوعة والتراثية والراديو والتلفزيون، وين تشوف نفسك؟ وجهة نظرك حلوة أخوي ياسين، لكن أنت هني لازم تحدد المسار اللي أنت تباه من خلال ستايلك أنت بالضبط. أنت قاعد في البداية تمشي على بعض المناهج، المناهج الرياضية، المناهج التراثية، المنوعة، الإخبارية. أنت تحس نفسك وين ترتاح أكثر، فعلا. وين أنت تقدر الملعب اللي أنت تأخذ راحتك فيه. يعني مثلا بعض الزملاء خلاص خذ البرامج الوطنية، خذ البرامج الأخبارية، البرامج السياسية، لقى نفسه في هذا الجانب. أنا لقيت نفسي في جوانب أخرى، مثلا لقيت نفسي في البرامج التراثية، لقيت نفسي في برامج المنوعة، في برامج اللقاءات. أي شيء في ريحة الوطن، في ريحة التراث، أحس أني أنا ألقى نفسي فيه، ودائما أحب أجدد نفسي في هذا الجانب. أنا يوم من الأيام قدمت موجز أخبار، قدمت بعض النشرات الأخبارية، انفرض علي من خلال الفترة اللي أنا موجود فيها أني أقرأ بعض المواجيز، وهذا شيء بالعكس ألقى نفسي فيه، بس مش صار شيء رسمي بالنسبة لي، لا، من خلال الفترة اللي أنا كنت متواجد فيها وأنا في بداياتي تعلمت هذا الشيء من خلال دراستي ومن خلال، الله يطول أعماركم، وجود مذيعين كبار كانوا موجودين ويانا. لازم نحن نتعلم وناخذ شيء من توجيهاتهم علشان نمشي في هذا المجرى اللي هو المجرى الإعلامي. الإعلام حلو، لكن شوف بقول لك شغلة واحدة، مثل ما قال أحمد، مذيع الإذاعة يقدر يشتغل في التلفزيون، أما مذيع التلفزيون صعب جدا أن يوجد في الإذاعة. ليش؟ لأن تعود على ستايل معين، تعود على شاشة قدامه، ما يقرأ إلا من خلال الشاشة، ما يتكلم إلا إذا طلع له كلام. مذيع الإذاعة لا، أنت عندك اللعبة، تعرف البرامج اللي تقدمها، خذ راحتك، مستعد تتكلم ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، ما عندك أي مشكلة. مذيع الإذاعة يقدر يجي الصبح من صباح الله خير يقدم برنامج من الساعة 5 الفجر لين الساعة 10، ما عنده أي مشكلة. لكن مذيع التلفزيون لا، متقيد بإضاءة، متقيد بإعداد، متقيد بإشارة خاصة، فواصل معينة. هني تفرق شوي مذيع الإذاعة عن التلفزيون. مذيع الإذاعة إذا راح التلفزيون هذه لعبته، بالعكس يمكن يبدع فيها أكثر عن مذيع التلفزيون. إيه. توا وأنت قاعد تقولي هالكلام المخرج يا في الإيربيز قال لي شوف كيف أنتم متدلعين، لو تصيروا الإذاعة هناك بتنكدوا. بنتقل لسؤال الأستاذ أحمد المجيني. أستاذ أحمد ويانا؟ معكم. أنا بضيف إضافة بس. تفضل. اليوم أخوي حارب وأخوي ياسين و اختي عمير، اصبح اليوم يعني باب الشهره واسع جدا. اليوم امتطى يعني هذا الجواد اي حد، سبحان الله العظيم، اصبح لقب الاعلامي وظيفه لتحقيق مكاسب، الحصول على الوجاهه الاجتماعيه، خاصه في 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 ظل سرعه الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الانترنت. صفة ووظيفة الإعلام أصبحت يعني متاحة الحين من دون شروط. يمكن القنوات، قنوات التواصل، قنوات فضائية تستسهل الطريق لجلب مثلا والله مشهورين وغيره وغيره وغيره، من أن أي مذيع يتقن اللغة ومطلع ويتحلى بقدر كبير من الثقافة العامة والرؤية التحليلية
وبالتالي مهنة الإعلام اليوم صارت مهنة من لا مهنة له، من دون دراسة، دون علم، بطبيعة الرسالة اللي يؤديها وهذه اللحظات اللي يقضيها المذيع التلفزيوني زين الحكومي أو التقليدي أو المذيع اللي أو بالتالي يعني أصبح يعني الموضوع من أراد أن يشتهر يعني يشتهر بأي وسيلة. وبالتالي يعني الإعلام اليوم يجب أن يفرق بين الإعلامي الحقيقي وبين الإعلامي اللي ما يخلد اسمه، يصبح سلعة قد عفى عليها الدهر بعد فترة وانتهى صلاحيتها، ولكن المذيع المتقن لأدواته، المتمكن من لغته، المتمكن من صوته، المتمكن أيضا من استحضار هويته الوطنية هو الأبقى، هو الأنفع، هو الأجدر على أيضا إيصال الصوت أو يعني إن كان في الإذاعة أو في التلفزيون. صحيح أستاذ أحمد، نحن نتعلم منك الكثير، وأنت أيضا يعني إذا تذكر أنا سعيد بمشاركتي معك في تقديم حفل المحاف للقوارب الشرعية قبل فترة. أكيد 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 ما أستنى. أنت الله يحفظك. الله يحفظك أستاذ. لو نتكلم عن نقل الأحداث بشفافية واتزان، كيف قدر الإعلام المسموع في أن يكون مصدر مؤثر في الحياة الاجتماعية؟ أنا أعتقد الإذاعة كبقية يعني مؤسساتنا الإعلامية، وأنا أتكلم عن مؤسساتنا الإعلامية الإماراتية لأن هذا هو الاهتمام، هذا اهتمامي الأول. الإذاعة أو الإعلام المسموع يعني منبر له مسؤولية، عليه مسؤولية وطنية، مسؤولية أخلاقية ذات قيم مجتمعية. الإذاعة نوع من الوعي الإعلامي الموثوق من الناس والواثق بالناس أو الواثق بما ينقل من أحداث، وبالتالي جعلت منه مرآة عاكسة للمجتمع. اليوم أتكلم أنا عن زملائي في شبكة أبوظبي الإذاعية، ومن ضمنهم أخوي حارب السويدي. نعم. الزملاء في شبكة أبوظبي الإذاعية يعملون ضمن إطار منهجي يتوخون الدقة، المصداقية، الشفافية في كل مراحل واجباتهم الإعلامية. ليش؟ لأنهم يؤمنون بدورهم المهم اللي تمثل هذه الوسيلة اللي متشرفين بالعمل فيها. هم يضعون المصلحة الوطنية، يضعون المعايير الإعلامية في صدارة أولوياتهم، الشفافية، المصداقية في الطرح، الحيادية عند التعامل مع نقل الأحداث. وبالتالي استطاع يعني بما أن هذا الإعلام يمتلك أدوات الوطنية الرصينة، استطاع والحمد لله رب العالمين بشفافيته بمصداقيته استطاع أن يكون مصدر مؤثر في حياة الناس وفي حياة الحياة المجتمعية. كلام صحيح أكيد أستاذ أحمد. أنتقل لك أستاذ حالب وبعقب على كلام أستاذ أحمد. يعني اتطرقنا إلى موضوع السوشيال ميديا ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل حد طلع وقال أنا إعلامي وشغلة من لا له شغلة، وأنا أتفق كثيرا مع كلام الأستاذ أحمد. نسمع الكثير عن الإعلام الحديث اللي هو إعلام السوشيال ميديا. هل سحبت مواقع التواصل الاجتماعي البساط من تحت الإعلام التقليدي وهزمته؟ لا، مستحيل، الله يسلمك. بالنسبة للتواصل الاجتماعي، نحن نشوف الحين ما شاء الله أكثر المحطات الإذاعية والتلفزيونية وجدت لها منصات في هذه الأماكن. هذا مثل القطار أخوي الله يطول عمرك ياسين، إذا أنت ما واكبت التطور أول بأول القطار يروح عليك. فأنت إذا تبى يكون لك وجود لابد أنك أنت تواكب هذا التطور أول بأول وتطور نفسك، ولازم أنك أنت تتسلح بأحدث التقنيات الموجودة. متى ما أنت واكبت هذا التطور وحدثت نفسك وحدثت الأفراد اللي عندك، بالعكس وجودك بيكون قوي والناس بتحرص عليك. أنت لازم تكون يعني أقرب شخص لهذه المنصات. ليش؟ علشان أنت تفرض وجودك بينهم والناس كلها تتابعك من خلال هذه المنصات، وهذا اللي قاعدين نحن نشوفه الحين. شوفوا مثلا محطة قناة الظفرة الحين وين موجودة؟ موجودة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أكثر المحطات الثانية موجودة. فأنت إذا ما حرصت أنك أنت تقدم برامجك
قاعد تعلم من خلالها، فراح عليك هذا الشيء. أكيد فعلا، يعني كل الشكر لك أستاذ أحمد المجيني، وكل الشكر لك أيضا أستاذ حارب السويدي على تخصيص هذا الوقت للنقاش حول قضية مهمة جدا، وحول رموز من رموز الأعلام. يعني اثنيناتكم نتعلم منكم، ونورتونا وشرفتونا في مساء الإمارات لليوم. إضافة جميلة منكم. أنتم الخير والبركة، الله يطول أعماركم، ونحن وياكم دائما إن شاء الله. تفضل أحمد، تفضل. تفضل تفضل أستاذ أحمد. تفضل. مشكورين، جزاكم الله خير. شوف يعني الإذاعة ما راح تتأثر، أو ما راح يتأثر حضورها، أو يهتز أقول عرشها أو عرش ريادتها مع هذا التطور التكنولوجي المتسارع، وبالتالي أيضا لأنها أثبتت مرونتها وقادرة أيضا مثل معنا في أبوظبي للإعلام أو في شبكة أبوظبي الإذاعية، الحمد لله رب العالمين. الآن يعني عندنا حولنا هذه الإذاعة إلى منصة ذكية أيضا تنقل برامجنا مباشرة صوت وصورة، وبالتالي أيضا اليوم وأمس وباكر إن شاء الله راح أظل يعني الإذاعة وهذه الوسيلة المسموعة هي المنبر، هي الوسيلة الأكثر استخدام، هي الأقرب للناس وللمجتمع مثل ما قال أبو خليفة، تلامس واقعهم بكل بساطة بكل عفوية، تمتلك القدرة الفريدة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، شريك دربك في الصباح، مفتاح يومك أيضا، رفيقك في المساء. وبعدين حتى أثبتت الإذاعة قدرتها على التنافس في ظل يعني هذا الكم الهائل من وسائل التواصل الاجتماعي اللي نشهد اليوم، تظل الإذاعة راسخة على عرشها متوجة بأكاليل الشكر والتقدير لما تقدمه من برامج وطنية. نعم، وستظل أنت في قلوبنا، وسيظل حبك في قلوبنا، ودمت ذخرا لنا أستاذ أحمد. كل الشكر الجزيل على تواجدك ويانا اليوم. بيض الله وجهك. مشكورين ومشكور يعني مشكورين إدارة وزملاء أكفاء في هذه المحطة الوطنية قناة الظفر أو المجموعة الكاملة اللي نعتز فيها، ونفاخر ونماري أيضا ما تقدمون أنتم إسهام في الإعلام الإماراتي وهذا الخطاب، وتوصلون صوت الإمارات، نهج الإمارات الرزين بحياديته بتسامحه بنهجه إلى العالم، فكل الشكر والتقدير لكم. تسلم ويانا، الله يحفظكم. وأكيد نصل إلى الأستاذ حارب السويدي، كل الشكر الجزيل لك أستاذ حارب، قامة إعلامية كبيرة، ونتعلم منك كل الشكر الجزيل على تواجدك وتخصيص وقت عشان نناقش قضية الإذاعة وقضية الإعلام الإماراتي ويانا. أخ ياسين وأخت عبير، أنا أتشرف أن يكون متواجد إياكم في الظفرة، والظفرة ترى جزء مني، أنا من مؤسسين قناة الظفرة، وإن شاء الله خلال الأيام الجاية نقدم برامج عندكم إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى إن شاء الله، أتمنى مثل ما قلت قبل شوية، نقدم صباح من إمارات الفم الظفرة، ممكن يكون هناك إن شاء الله خلال الأيام الجاية اتفاقية وتعاون، لأن هاي الظفرة صراحة قطعة من أبوظبي الله يطول لي عمرك، وكل المحطات الإذاعية والتلفزيونية في النهاية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله ننوجد معاكم ونقدم لكم برامج إن شاء الله، وأنا شاكر أنكم تخصصتوا وقت من عندكم للإذاعة. في النهاية الله يطول أعماركم، وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه البرامج، للمسؤول الأول والأخير عن الظفرة اسمه الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، الله يعطيه الصحة والعافية. كذلك الشكر موصول للأخت جليلة، وكل فرد موجود في فريق العمل اللي قدم هذه البرامج في مساء الإمارات. أسعد الله أوقاتكم بالخير، شكراً وأنا تحت أمركم في أي وقت إن شاء الله. كل الشكر الجزيل. مرحبا بك ويانا.